السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في مطبخ الوجديه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا قريشلات، كيجيو زوينين مفشين ورطب. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، ان شاء الله غادي يعجبوكم. عندي هنايا واحد البيضه اللي غادي نديروها في الخليط مع العجين. عندي كاس حليب، كاس زيت، نص كاس ديال السكر، وفي هذا الطبيسي راني موجوده هنايا سكر فاني وخميره كيماويه وشويه ديال الملحه. هاد البيضه غادي ندهنوا بها في الاخر القريشلات ديالنا. هنا درت واحد جوج معالق ديال الخميره، خميره العجين، مع معلقه ديال سكر حبيبات وشويه ديال الحليب دافي. حتى هاد الحليب راه عندي هنايا راه دافي. المهم غادي نعجنوا بالماء دافي. عندي هنايا واحد الكميه ديال الماء، تقريبا نص لتر ديال الماء دافئ، ولكن نقدروا نضيفوا الماء على حسب الخليط. هاد الخميره الا كان الجو سخون تقدري ديري غير معلقه واحده. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق. غادي نشوفوا ان شاء الله شحال غادي ندخلوا فيها. نبداو على بركه الله. هنا البنات غادي نضيف السوائل. غادي نضيف داك الكاس دافئ ديال الحليب، وغادي نضيف كاس ديال الزيت، ونضيف نص كاس ديال سكر حبيبات. اللي تبغي تزيد تكم يعني يكون عندها حلوين تقدر تضيف كاس ديال سكر حبيبات. عندي هنايا شويه ديال الملحه، شويه مهم كيس فاني وكيس خميره كيماويه، وعندي خميره العجين مع السكر حبيبات. هي تفاعلت يعني غير باش تسرع لي تخمار هاد العجينه. غادي نديرها شويه الدور، غادي تخلط لي البيض مع هاد السوائل، ومن بعد غادي نرجع لكم. بعد ما تخلط لي السوائل مع السكر، غادي نضيف هنايا 500 غرام ديال الدقيق. العجينه خصها تجيني مرخوفه وتجي بحال الى جاريه، ما تجيش قاسحه. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو فيها النافع وحبه حلاوه طبعا تقدر تضيف، ولا زنجلان في الوسط. غير انا بالنسبه لولادي ما كيبغيوش هذاك حبه حلاوه والنفع، غادي نديرهم بهذه الطريقه هذه. انت كنتي بغيتي ديري حبه حلاوه والنفع، ديري معلقه معلقه وحيريهم شويه وضيفيهم هما وزلجلان جوج معالق ولا ثلاثه المعالق على حسب انت والرغبه ديالك. دابا غادي ندير هاد العجينه شويه يعني تخلط لي، ومن بعد غادي نرجع لكم. هنا غادي نضيف شويه ديال الماء دافي ونخليها عاوتاني تولي تدلك. من بعد ما ندلكت البنات العجينه كتكون بهذه الطريقه هذه. غادي ندير شويه ديال الزيت باش نقدر نتحكم فيها، حيت هي خصها تجي بحال جاريه يعني بحال العجينه ديال السفنج تقريبا، باش تعطيكم يعني يجيو مفشفشين ويجيو كما كتشوفوا. دابا شوفوا العجينه كتلصق، ها هي. انا غادي نفك هاد الاله من العجين وغادي نرجع لكم. البنات العجينه ديالي راني دهنتها شويه ديال الزيت من الفوق، غادي نخليها تخمر دابا واحد نص ساعه هكا. نلقاها طلعت خص ضروري ما تطلع، وخصها ضروري ما تخمر. غنديرها في مكان دافئ، ومن بعد غادي نرجعوا باش نديروا الكريسات ديالنا ديال القراشل. العجينه ديالي هي هذه البنات، من بعد ما تخمر كنخرجوا منها داك الهواء اللي يكون فيها. نستعنوا بشويه ديال الزيت باش ما يلصقناش في يدينا. كما قلت لكم العجينه تكون رخوه بزاف بحال جاريه. غادي نكونوا كريات ونديروهم في واحد الطاوه مدهونه. الكريات تحكموا فيهم نتوما على حسب القد اللي بغيتوا يكونوا، وهما راه غادي يزيدوا يخمروا مره اخرى. يعني واخا تشوفوهم صغيورين راه مازال غادي يزيدوا يخمروا بهذه الكيفيه هذه. انا غادي نصففهم في الطاوه ديالي ومن بعد نرجع لكم. غادي ان شاء الله نخليهم يخمروا شويه ويطلعوا، ومن بعد عاد غادي ندهنهم بالبيض. من بعد ما نحس بهم خمروا البنات كما كتشوفوا، غادي ناخذ ديك البيضه اللي كنت ذكرت لكم في المقادير، ندير عليها واحد نص معلقه
رسمي علقه ديال قهوه سريعه الذوبان. الا ما بغيتوش هاد القريشلات ديالكم يجيو محمرين بزاف، تقدروا تخليو غير البيضه وديروا عليها واحد شويه ديال الخل ولا شويه ديال الحليب، نقيطات ديال الحليب صايب، كتخلطوها عادي وكندهنوا بهم داك الكريسات ديالنا. غادي نحاول عليهم باش ما نثقبوهمش، داك الاختمار اللي خليناهم يختمروا باش ما يضيعناش باطل، يعني باش يبقاونا منفوخين ويجيونا مفشفشين. غير بلاتي عليهم هكا وندهنوا كاع البليسات، ماذا بيكون تفوتوا عليهم حتى هنايا لتحت في هاد الجوايه هادو، حيت تما مازال غادي هي ملي غادي تدخل الفران مازال غادي تزيد ترتفع. وإلا لاحظتوا ان هاد البلاصه هادي كتبقى لنا هنا في هاد الجهه هنا كتبقى بعدا، انا غادي نطيبهم غير في الفران العادي. انا يعني درت صني كبير، يعني ما غاديش يدخل لي في الفران، درت صني كبير ودرت هذا شويه متوسط، ما يدخليش في الفران الكهربائي. غادي الا خدمتو الفران الكهربائي حتى هو تدخلوهم على فران سخون، ديروا على 180 درجه الى طبلوكم من تحت، شعلوا عليه من الفوق يحمروا ومن بعد تخرجوهم عادي، كياخذوا شويه ديال الوقت في الطياب تقريبا شي 10 دقائق ولا 15 دقيقه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، اين فوا تشوفوهم حمروا وطابوا من تحت ومن الفوق هي تخرجوهم. غادي نرش عليهم شويه ديال الزنجلان، كنت نقيته من قبل، نزوق بها هكا القريشلات ديالي كيجيو زوينين. وهادو مزيانين حتى للدراري الصغار، يعني تقدري تفتحيهم وديري لهم فيه الشوكولات ولا الكونفيتور ولا اي حاجه، كيجيو زوينين. وحتى الكبار علاش نبقاو نحصلو غير في الصغار، حتى حنايا كيعجبونا، خصوصا انني مرة ما كثرتش فيهم السكر، يعني بالنسبه للسيدات اللي درت يلا غير نص كاس ديال السكر كيجيو زوينين مع شي كاس اتاي ولا فنجان ديال القهوه. غادي ان شاء الله ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو صحن التقديم. هما القريشلات ديال البنات راني عاد خرجتهم دابا من الفران، عاد باقيين سخونين، غادي نخليهم ان شاء الله يبردوا شويه، عاد خرجتهم عاد سخونين. من بعد البنات من كيبردو لكم هاد القريشلات كتقلعوهم من الصني ديالكم، كيجيو زوينين كيجيو محمرين كما كتشوفوا، يعني كميه ديال 500 غرام ديال الدقيق عطاتني هاد الكميه كامله، كتعطي كميه كبيره وكيجيو مفشفشين ورطب. شوفوا البنات رطب رطب بزاف وكيجلس لكم مده وهما على هاد الحال، يعني غير تبعوا معايا المراحل. شوفوا البنات كيجيو غزالين، يجيو غزالين بزاف، يجيو يحمقوا، يعني بالنسبه لوليداتكم غادي يعجبوهم ان شاء الله، وبالنسبه حتى كما قلت لكم مقبل بالنسبه حتى للناس الكبار رائعين، يعني ما عندي ما نقول في هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، واذا عجبوكم ما تنسونيش بجيم وخليوا لي تعاليق مشجعه. بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا عندي القناه نقول لهم تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبالصحه والراحه.